في ظل الارتفاع المقلق بعدد الإصابات بمرض الحمى النزفية في محافظة ذي قار، تعود إلى الواجهة ظاهرة انتشار أماكن ذبح المواشي العشوائية ودورها في انتشار هذا المرض وغيره بسبب عدم تخصيص أماكن خاصة ومعقمة لذبح المواشي. الذبح نهائيا بالشارع، بالشارع جاي يجزرون بالشارع وبدون مراقبة نهائيا، وبالشوارع يبيعون بصياني، بالصيانة هسه موجود بالقضاء وموجود هسه القصاصيب موجودين ويذبحون بالباب لان ماكو بديل لهم بالمجزره. بس ما عندنا احنا، لا عندنا طيب، لا عندنا مراقبه، ما عندنا شيء حجي. احنا عايشين يعني ايش اوصف لك، اوصل لك الفكره، عايشين على الله. ماكو عندنا لا رقابه صحيه، لا رقابه قانون، ماكو حجي، شو العقله. ويؤكد المختصون بالقطاع الصحي في ذي قار أن المجازر العشوائية تقف في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى تفشي الأمراض، لا سيما مع انتشار الحشرات في موسم الربيع وغياب حملات مراقبة الجزر العشوائي وتعقيم المواشي. لا توجد مجازر نظامية في محافظاتنا وخصوصا محافظة ذي قار. لدينا أربعة مجازر بائسة مخالفة للشروط البيئية، لا تصلح لعمليات الذبح. المجازر هي الحلقة الرئيسية في قطع سلسلة الأمراض المشتركة ما بين الحيوان والإنسان. هذا هو يعتبر تقصير حكومي بحت في هذا المجال. الحقيقة طبعا هذا خطأ، لأنه صار يعني ذبح عشوائي في يعني وعدم وجود أختام على اللحم. غياب الاشتراطات الصحية والبيئية لأماكن ذبح المواشي بات أمرا بديهيا في ذي قار وغيرها من محافظات العراق في ظل غياب الاهتمام الحكومي وضعف تطبيق القانون إن وجد، ما ينذر بخطر مستمر يهدد حياة المواطنين الذين تحيط بهم الأخطار من كل جانب. Yeah.